كلنا عارفين الماسونيه والعابها الخبيثه ومحاولتها لضم اكبر عدد من الممثلين الاجانب والممثلين العرب ومطربين مشهورين كمان. وفعلا انضم الماسونيه بشكل واضح جدا وصريح، وكانت الماسونيه بوابه كبيره لشهرتهم والوصول للمجد. حولت كل اغانيهم لاغاني خبيثه بتمجد الشيطان وطقوسهم الماسونيه، ورموسهم اصبحت في كل مكان في الايام الاخيره كمان. بدانا نلاحظ محاولات شرسه من الماسونيه في السيطره على المغنيين العرب والوطن العربي كاملا، مستعدين ان هم يعملوا ده باي ثمن. ومن الوضع كده يا صديقي حسب ما تشوف النهارده في حلقتنا انهم نجحوا في مهمتهم ديت. في فيديو النهارده هنتكلم عن ممثلين عرب انضموا للماسونيه وباعوا روحهم للشيطان. تعالى كده يا صديقي معايا نروح في جوله للاحداث وركز معايا كده. الوصول للماسونيه ودخول العالم بتاعهم مش بسهوله خالص فوق ما تتخيل، مش اي حد يقدر ينضم ليهم بسهوله، فلازم تكون شخصيه مؤثره جدا وفعلا يكون عندك جمهور كبير او صحفي كبير او ممثل. المهم ليك يكون شأن كبير في البلد يساعد الماسونيه في نشر افكارهم. نانسي عجرم واحده من اكبر واشهر الممثلين، بدات في الفتره الاخيره تتصرف بطريقه مثيره جدا للجدل، فكل محبينها وجمهورها معتقدين انها بالفعل باعت نفسها للماسونيه، وخصوصا بعد اللي حصل في الحفله الاخيره. كانت الحفله عاديه جدا وكانت بتغني اغنيه حبك سفاه ومفيش اي حاجه ولا في اي مشكله. ايه المشكله بقى يا سيدي؟ المشكله الكبيره بقى كانت في ديكور الحفله اللي خلى كل اللي قاعدين يتفرجوا يحس ان هم مش قاعدين بيتفرجوا على نانسي عجرم، لا ده هم بيتفرجوا على طقوس الماسونيه. ورموزها وأولها على مظهر كانت العين الماسونية الشهيرة، عين العناية الإلهية أو عين الإله التي ترى كل شيء. العين الإلهية غالبا بتكون محاطة بشعاع واضح جدا لشعاعات المقصودة بها، الشعاع المقصود بها هو العناية الإلهية. العين بتراقب كل البشر والشعاع دوت بيحمي العين اللي ظهر في الحفل. كان بالظبط نفس العين الماسونيه، مفيش اي اختلاف خالص. ولو ركزت في العين اللي ظهرت في الحفل وركزت في عين الماسونيه هتلاقي ادق التفاصيل موجوده حتى الشعاع يا صديقي. هنلاحظ ان هو واضح جدا في المسرح وده شيء مفيش عليه اي اختلاف، ولكن التفاعلات. طب لو قلنا ان العين اللي ظهرت دي كانت مجرد صدفه، فهل من المعقول ان السلم الماسوني يظهر كمان في الحفل؟ ايه هو السلم الماسوني ده يا سيدي؟ طيب ظهر في الحفل سلم، بس مش مجرد سلم عادي، وان هو سلم الماسوني. السلم الماسوني هو بيتكون من 13 درجه، كل درجه من درجات السلم بتشير الى رمز معين من رموز الماسونيه للسلالم الموجوده في الحفل. لو عديت درجاتها فهي 13 بالظبط، نفس درجات عدد السلم الماسوني. والاعمده الغريبه كمان اللي موجوده في الحفله مش مجرد اعمده عاديه يا صديقي، لا بل تشبه فعلا هيكل سليمان اللي بيربط الماسونيه باليهود. طب ولو قلت لك اللي انت شفته ده كله هتقول لي صدفه؟ مش مجرد صدفه ولا حاجه، فركز معايا كده بس كويس وانا هقول لك على كل اللي فيها. لو بصيت على ملابس الناس اللي موجوده في الحفله، لابسين ملابس تشبه زي ارضيه الشطرنج، شهيره جدا جدا من رموز الماسونيه، لان الملابس اللي انت شايفها ديت قدامك هي نفس بلاط المحفل الماسوني. الموضوع يا صديقي مش مجرد بس صور ورموز والكلام ده كله، الموضوع كله يا صديقي مش موضوع الرموز الماسونيه والسلم ولا حتى الاعمده، لا كمان المخرج اللي صور الحفله كان كل تركيزه على الرموز اللي موجوده او الطقوس اللي كانت موجوده في الحفله. وهنا بقى طبعا الاهتمام بنانسي قل جدا جدا، وكان الحفله ملهاش اي علاقه بنانسي بل انها حفله لنشر الطقوس الماسونيه الغريبه، وبتحصل كمان في اطهر مكان على وجه الارض وهي السعوديه، وزي ما يكون في مخطط كبير جدا للسيطره على السعوديه وتدميرها بالكامل. كل حاجه موجوده في السعوديه وكل القيم والعادات بدات تنهار واحده واحده، وده طبعا بالنسبه للسعوديه لانها اهم مكان على وجه الارض للناس كلها. طبعا الماسونيه عملت كده من زمان جدا في مصر وقدرت بالفعل تسيطر عليها وتنشر افكارها، وان شاء الله انا هنزل لكم حلقه كامله في المستقبل هقول لكم حصل فين وبالتفصيل وقريب جدا كمان. وانا عارف طبعا يا صديقي ان انت هتتصدم لما تعرف ان في حفلات ماسونيه اتعملت في مصر وفي اشهر اماكن في مصر، وكمان مش في اي مكان، وكمان مش في اي مكان، لان الماسونيه بيعملوا المحافل بتاعتهم ويعملوا الحفلات في اشهر مكان في اشهر الاماكن في مصر وكمان اقوى الاماكن موجوده في مصر. وهتستغرب كمان قوي لو قلت لك ان في محفل ماسوني رسمي موجود في مصر. نرجع تاني لموضوعنا او حلقتنا النهارده، ورأي الجمهور في نانسي عجرم عمل للجمهور فعلا نظام تشتيت، فعلا في ناس مع نانسي وفي ناس ضد نانسي عجرم، وناس كتيره بتقول هل فعلا نانسي عجرم انضمت للماسونيه وهل الناس اللي شايفه اللي بيحصل مجرد صدفه ولا؟ وفي ناس كتيره جدا دفعت على نانسي عجرم وقالت ان هي مش صاحبه الحفله وانها مش ماسونيه ولا حاجه وان الهيئه السعوديه للترفيه هي اللي مسؤوله عن تنظيم الحفله. اما نانسي عجرم ملهاش دخل باللي حصل، ولكن يا صديقي طبعا كالعاده رايك انت يهمني، اكتب لي في كومنت
انت شايف ايه من اللي بيحصل دوت او اللي بيدور، وانا هبص على الكومنتات بتاعتكم واحد واحد وهرد عليكم وهنناقش كمان الكومنتات مع بعض. نرجع تاني لموضوع احلام المطربة الاماراتية المحبوبة لدرجة جدا لا توصف، احلام مشهورة جدا بثروتها الضخمة، بتحب دايما تفتخر وتعتز باملاكها ودايما بتفخم على نفسها زي ما بيقول، جمهورها دايما متعود منها على كده وما زالت محبوبة جدا عند الجميع. ولكن في احد البرامج الغريبة جدا والمثيرة للجدل عملتها احلام، برنامج يسمى ذا كوين، برنامج الملكة. البرنامج ده يا صديقي فعلا كارثة، وخليني كده اكلمك عن البرنامج شوية بعيد عن حتة المأسونية. فكرة البرنامج ان احلام هتكون هي الملكة في مجموعة من البشر مستعدين جدا انهم يقدموا اي شيء او اي تضحية مقابل انهم ينولوا رضا الملكة. انت مستعد تخوني كرمال احلام؟ ايوه تعدى اخون عشان احلام، علشان اوصل لاهدافي وتكون بدايه انطلاقه في مشوار الاعلامي. احلام، وشوف الكارثه كانت حتى في اعلان بتاع البرنامج، واول كلمه كانت في البرنامج كانت مستعده تخوني علشان احلام. عامل كل شيء بتطلبه منك احلام؟ بعمل كل شيء. ممكن تسوين اي شيء علشاني؟ طبعا اي حاجه. احلام كانت بتسال ناس كتير، ومن ضمن الاسئله اللي سالتها لها بتسالها لوحده وبتقول لها انت ممكن تخون؟ قالت لها اه. قالت لها انت ممكن تخون عشان خاطر احلام؟ قالت لها ايوه علشان اوصل لاهدافي وابقى مشهوره زيك بالظبط. وبعدين ترجع تاني وتسالها مستعده تعملي اي حاجه علشان احلام؟ ترد برضو وتقول لها مستعده اعمل اي حاجه علشان خاطر احلام. وطبعا الاسئله بتاخدنا تاني منعطف خالص تاني زي التضحيات اللي بيقدموها. حتى تكون هون والله اجلت فرحي عشان اكون بس بالبرنامج، يعني هذا شيء واحد، يعني غير اني مثلا اخذت اجازه من عملي من غير. فريق الحلوميين سيفعل المستحيل لإرضاء الملكة أحلى. وبيسألوها أنت قدمت إيه علشان تبقى موجودة معنا في البرنامج؟ طبعا ناس كتيرة بتقول أنا سبت فرحي، وأنا كمان سبت زوجي، وأنا كمان اتطلقت، وأنا 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 طبعا. والكلام ده حصل بالفعل بعد هجوم شديد جدا جدا من الجمهور على أحلام. إن الهجوم ما كانش بسبب إن البرنامج وفي رموز المأسونية والموضوع دوت، لا لا هنتكلم عنه مش دلوقتي، لا الهجوم يا صاحبي كان بسبب فكرة البرنامج المهينة جدا المشاركين فيه. احلام راضيه جدا ان هي تتعامل عنها الملكه وتتعامل مع كل البشر بغرور وتكبر شديد جدا، وده مش طبيعي، لا ده في كمان ناس بتعمل المستحيل علشان ارضاء الملكه. بعد ايقاف البرنامج الحقيقه انا كنت فاكر ان احلام هي اللي وقفت البرنامج، وقلت فعلا ان دي مش اخلاقها ولا وش كده ولا الكلام ده كله، ولكن اتصدمت جدا حرف من رد فعل احلام في مره في البرامج وهي عن سبب ايقاف البرنامج. الحقيقه احلام شايفه ان كل اللي كانوا في السوشيال ميديا وكل اللي كارهنا هم اللي عملوا مؤامره ضدها علشان يفشلوا البرنامج، وان هي انجح من ناس كتير جدا، وان هي مسيطره على السوشيال ميديا باكملها، وانها راضيه تماما عن اللي عملته وعن برنامجها العظيم. يعني احلام بجد افكارها هي نفس افكار البرنامج، ومش شايفه اصلا نفسها غلطانه خالص ولا اي حاجه خالص. تعال نشوف رد فعل الجمهور على الكلام دوت. محمد فهمي بيقول المشكله انها مقتنعه ان البرنامج يهدف وانه تم ايقاف بسبب المؤامره. نوال بتقول مش زعلانه من ايقاف البرنامج، احنا زعلانين ان هو اتعارض اصلا. امل اخيرا لاحظت البرنامج مأسونية. اما اغلبيه التعليقات اللي باقي لها فبتقول ان البرنامج كان مقرف جدا، وصفوا احلام بالغرور لما يتشكل على هيئه امراه. المشكله يا صديقي الاكبر واكبر واكبر في البرنامج، حتى في ذكور المكان في اللي ظهر في الارضيه الماسونيه الشهيره، نفس الارضيه اللي كانت موجوده في حفله نانس عجرم. ملابس احلام حتى نفسها كانت غريبه جدا. تمر الايام ويكرر نفس الموقف تاني، وتتعرض احلام لهجوم شرس بسبب احد الحفلات بتاعتها. وهنا طبعا تظهر احلام في احد الحفلات على ملابسها واضحه جدا، عين الماسونيه وحوالين العين شعاع الماسوني الشهير، وهنا هيجدد الهجوم تاني على احلام. ولكن كل اللي يتهمها انها بالفعل انضمت للماسونية، وزي ما كان في ناس بتهاجم احلام كان في ناس واقفه معاها وفي صفها بتقول انها هي ما تقصدش خالص اللي بيحصل ده، وان العين اللي موجوده على الملابس هي مجرد عين علشان الحسد مش اكتر. ولكن زي اي واحده احلام قاعده بتتباهى بنفسها وبمجوهراتها واملاكها، هتخاف من الحسد بالشكل ده؟ يعني ليه؟ يعني مش فاهم انا. فبالمنطق والعقل كده مش هتخش دماغ اي حد. يعني الموضوع لو فكرنا فيه بالمنطق والعقل فهو مش منطقي خالص، مضاد احلام للمره التانية. ولكن المره دي جه الاحلام برد من احد المتابعين، ولكن المره دي استفزت احلام بتقول انها هم لا تاخذنا مما فعل السفهاء. بقيت الكومنت هسيبه لكم قدامكم. وطبعا هنا بقى احلام ترد بقى على الست اللي كتبت التعليق دوت وقايله لها انت مجنونه وغريبه جدا، انت يا وسخه، روحي حسب الله ونعم الوكيل، ربي ابتليكي ويشغلك في نفسك يا حقيره، تدعين الاسلام والاسلام بريء منك ومن اشكالك يا بنت الحرام، الماسونيه ديت انتي تعرفيها لانك منها
يا وسخة وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون الفاسقة انت، واقسم بالله ما احلك ليوم الدين والله شهيد على ما أقل. انا مش عارف بصراحة ايه اللي لفت انتباهي من رد بتاع احلامي، هو ايه علاقة الحجاب بالموضوع؟ يعني كل واحدة تبقى لابسة الحجاب وتقول اي حاجة غلط يبقى هو الحجاب او يبقى العيب على الحجاب؟ والموضوع بقى طبعا ان هي احلام غلطت فيها وغلطت في اعجابها واتهمتها كمان في شرفها وقالت لها يا بنت الحرام، بجد بدون اي مبالغه اغرب رد شفته في حياتي. فبعض الناس كده صديقي لا بيقبلوا النقد باي ثمن ولا اي شكل من الاشكال، ودايما بيكون عندهم رد هجومي على اي حد ينتقدهم. ولكن الغريب جدا والعجيب ان احلام ما ردتش بس على الانتقاد، دي شتمت البت وشتمت اهلها وشتمت الحجاب وشتمت اللي جايبين جايبينها، وكمان كانت ناقصه ان هي تروح تولع في اللي جايبينها. فانا بصراحه مش عارف ايه سر انفعال احلام بالشكل دوت، وليه خدت الموضوع بشكل شخصي كده. فلو عندك تفسير بجد صح اكتب لي في كومنت هي خدت الموضوع بشكل شخصي ليه يا صديقي. في النهايه يا صديقي ليه عندك سؤال مهم جدا جدا ليك، هو هل انت شايف الماسونيه ليها دخل باللي قاعد بيحصل دوت، ولا كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه، ولا ان مثلا الفنانين مش مدركين باللي بيحصل حواليهم؟ اتمنى فعلا انت تقول لي رايك بكل تفصيله، وفعلا ده بيحصل دوت، وهل فعلا اللي بيحصل ده صدفه؟ واحاول انا هقرا كومنت ونتناقش واشوف الكومنتات دي كلها وانا هحاول ارد عليها. ولو انت وصلت معايا لحد هنا فانا بشكرك جدا على وقتك الغالي جدا جدا اللي لا يقدر بتمن اللي انت اتفرجت معايا لحد هنا، وفعلا بشكرك مره واثنين وثلاثه ومليون. ولو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنساش طبعا تشترك على الزرار الاحمر تحت وتدعمني بلايك كومنت وشير، وممكن تكتب لي كمان انت محتاج ان احنا نتكلم على ايه المره الجايه، او نتناقش على ايه المره الجايه، او نعمل عليها حلقه ايه. والاهم من ده كله بقى خلي بالك من نفسك ودير بالك على حالك كويس جدا، واشوفكم على خير في حلقه جديده من مدفون باذن الله. مع السلامه.